مهين بقوش أستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز، وعندي دكتوراه في أمن نظم المعلومات من جامعة كاردف في بريطانيا. تخصصاتي كاهتمام بحثي في استراتيجيات أمن المعلومات وأمن خصوصية المعلومات في المدن الذكية وإنترنت الأشياء، وكذلك في استثمار تقنية البلوك تشين في وضع إطار لأمن المعلومات في إنترنت الأشياء. حاليا أنا مستشار أمن المعلومات ببعض الجهات الحكومية والأهلية، وكذلك محكم معتمد ومدرب معتمد عضو في الجمعية السعودية لأمن المعلومات حماية. اليوم بإذن الله حنتكلم عن البحث العلمي في مجال أمن المعلومات بشكل عام. حنطرق لبعض التعريفات والمصطلحات، خصائص البحث العلمي وخصائص البحث العلمي في تقنية أمن المعلومات، بعض المعوقات البحث العلمي عامة وخاصة حنتكلم عنها عندما نتكلم عن المعوقات، والتحديات ومعوقات البحث العلمي في مجال أمن المعلومات، كذلك الفرص المحفزة للبحث في مجال أمن المعلومات والممكنات البحث في مجال أمن المعلومات. نبدأ ببعض التعريفات والمصطلحات. البحث في المعجم بشكل عام، المعجم العربي الوسيط، هو التنقيب التقصي، هو شيء غير ظاهر لك أو غير ليس سهل إيجاده، له لا يمكن ملاحظته بسرعة. إذا أنت أردت أن تبحث عن شيء بالتالي فأنت تنقب عنه ما بين عدة أشياء، تحاول تجمع البيانات لإيجاده، تحاول تقوم بأكثر من وسيلة له. البحث العلمي كتعريف هو التحقق في مسألة ما بأسلوب منهجي باتباع خطوات محددة لاستخراج حقائق. وضعت هنا الكلمات هذه تقريبا نعتبرها كيورد أو كلمات أساسية، اللي هي التحقيق، ولا بد أن يكون عندك مسألة ما تحقق فيها، بالتالي أسلوبك الذي حتتبعه حيكون أسلوب منهجي وخطوات محددة قبل أن تبدأ في البحث نفسه. والهدف يكون لديك استخراج حقائق، يعني نتائج البحث لابد أن تكون نتائج تعتبر حقائق أو نتائج حتمية باختبار فرضيات معينة فقد تتحقق أو لا تتحقق، فبالتالي أنت تصل إلى نتيجة. الأبحاث التي لا تصل إلى نتيجة حتى لو كانت النتيجة رفض فكرة معينة، لكنها تكون تنتهي مجرد بتوصيات، أنا لا أعتبرها أبحاث علمية دقيقة. أمن المعلومات، في أمن المعلومات بشكل عام كمصطلح تعريفه حماية المعلومات بجميع أشكالها، سواء كانت ورقية سواء كانت إلكترونية، كمجال للبحث العلمي وحماية المعلومات بجميع أشكالها من أي تهديدات، بضمان استمرارية عمل المنظومة وتقليل الضرر وزيادة الربحية وفرص الأعمال، وذلك عن طريق. إذا لحد الآن هنا لماذا يكون هناك أبحاث في أمن المعلومات؟ بضمان استمرارية عمل المنظومة الذي اللي أنت تبحث في هذه المشكلة بسببها. فأي بحث في مجال أمن المعلومات لابد أن يكون هدفه خدمة أهداف المنظومة أو خدمة أهداف القطاع أو خدمة أهداف المجال نفسه الذي تجري فيه الأبحاث. وأيضا تقليل الضرر في هذا القطاع، زيادة الربحية في هذا القطاع، أو زيادة فرص الأعمال له، فقد يكون محفز ممكن وقد يكون فقط مجرد لمنع الضرر. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عن طريق حفظ توفر وتكامل وسرية المعلومات. الثلاثي هذا يعتبر اللي هو الثلاثي في أمن المعلومات، اللي هو confidentiality, integrity, availability. فتوفر المعلومة، تكامل المعلومة، وصول المعلومة كما هي كما أرسلت، وسرية المعلومة إذا عدم إفشاء المعلومة لغير الناس المصرح لها. وهذه المعلومة تمر في مراحل، ففي جميع مراحلها لابد أن أحفظ التوفر والتكامل والسرية. كذلك معالجتها، هذه المراحل تتضمن معالجتها أثناء معالجتها لخروج معلومة أخرى، أو أثناء تبادلها ونقلها ما بين جهة وأخرى، أو حتى أثناء تخزينها سواء للأرشفة أو للحفظ. طبعا عندما نتكلم عن عناصر البحث العلمي حنتكلم عن تقريبا هي 7 أو 8 خلينا نقول عناصر. تبدأ بتعريف المشكلة، ولو رجعنا في السابق قلنا هي نبحث في مسألة ما، فبالتالي لابد أن يكون عندي تعريف واضح للمشكلة، فهم واضح ما هي المشكلة، فهم لها، وصف لها، تعريفها بشكل دقيق وواضح، وتقريبا هذا هو نصف الطريق للوصول لحل المشكلة. مجالات البحث في أمن المعلومات أو تقنية المعلومات تتراوح من بين تكون مجالات أو مشاكل محددة نسميها hard، صلبة يعني واضحة محددة، أو مجالات تكون لينة soft problems، اللي هي تكون يدخل فيها عوامل أخرى، يدخل فيها عوامل سلوك نمطي، يدخل فيها عوامل تأثر فيها البيئة أو السياسة أو الأنظمة إلى آخره. فبالتالي المشكلة عندما تتولى مشكلة في مجال أمن المعلومات بشكل خاص لابد من فهمها بشكل دقيق، وصفها بشكل دقيق، وتعريفها أيضا بشكل دقيق وواضح حتى تكون باقي الخطوات ميسرة.
بعد ما فهم المشكلة، عند فهم المشكلة لابد من إجراء بعض اللي هو نسميه احنا اللي هو البحث الأدبي والمسح الأدبي اللي هو literature review، في الأشياء أو في العناصر التي تتكون حول المشكلة، وهذا نسميه البحث المبدئي قبل ما أنك تبدأ أيضا بحث متخصص في مرحلة لاحقة، لكن بحث مبدئي حتى تكون صورة واضحة، خلفية واضحة عن المشكلة والعوامل المؤثرة فيها، وما هي المجالات التي ممكن أن تتقاطع مع مجال أمن المعلومات، وهذا موضوع سنتطرق له لاحقا. الخطوة اللي بعدها تحديد هدف البحث، فأنا لابد يكون هدف البحث بالنسبة لي أنا أريد أن أحل المشكلة الفلانية، لكن أيضا بعد ما أحل الهدف العام لابد أن أوصف أهداف بحثية فرعية ذكية تحت هذا الهدف العام. الأهداف البحثية الفرعية الذكية غالبا تكون محددة، بمعنى أن لابد أن تكون محددة تتناول موضوع معين أو تتناول هدف معين، كذلك يمكن قياس مدى تحققها. فإذا أنا مثلا كانت المشكلة عندي أنه والله حفظ الخصوصية في مكان ما أوكي أو في قطاع ما، هذا هدف عام وغير محدد، لكن عندما أحدده أقول حفظ الخصوصية مثلا المريض عند التعامل مع بياناته التي في هذا المجال أو ملف البيانات الموجودة في ملف المريض، بالتالي أنا حددت بالضبط ما هي الخصوصية وتتناول أي بيانات، حتى بعد ذلك أستطيع قياس هل تم تحقيق ذلك أم لا. طبعا موضوع الخصوصية يعني موضوع حتى ما زال برضو عام، خصوصية ماذا تقصد فيه إلى آخره، فلابد تكون هدفك الفرعي للهدف العام دقيق وواضح، وتسأل نفسك هل أستطيع إثبات ذلك، هل أستطيع قياس إذا كانت نتائج بحثي حققت هذا الهدف أم لا أثناء كتابة الهدف نفسه. أيضا الأهداف الفرعية لابد أن تكون لها علاقة بالموضوع الأساسي، موضوع المشكلة، ولا تكون يعني خارجة عن أو أنها فقط تتناول تقنية معينة والتقنية لم تفعل بشكل واضح لحل المشكلة. كذلك أن تكون شيء يمكن القيام به في مدة البحث، يعني أنا لا أستطيع أن أقول مثلا أريد والله حفظ الخصوصية للمريض بدون تحديد أي شيء، في خلال كم سأستطيع حفظ الخصوصية للمريض وللملف، هل أستطيع القيام بذلك خلال سنة، متى يمكنني قياس الأثر، هل قياس الأثر خلال سنة حيؤدي الغرض أم لا، فبالتالي لا هل أستطيع القيام بذلك، هل لدي الموارد للقيام بذلك. فالهدف ايضا لازم يكون الفرع المعرف لازم يكون يحقق هذا الشيء، انه هذه المهمه يمكن القيام بها في الوقت المتاح. كذلك لابد ان تكون موضحه بوقت، عاده عندما تكون الابحاث محدوده مثلا بمموله من قبل شركه او منظمه بحثيه او مركز بحثي يحدد لها متى يمكن أن يجب الانتهاء من هذا البحث أو خلال كم، عندما تكون مثلاً داخلة تحت للحصول على درجة معينة سواء درجة دكتوراه أو درجة ماجستير أو حتى في مرحلة البكالوريوس، إذن هي محددة في توصيف معين خاص بهذه الأبحاث. الغالب الأشكالية عادة تكون لما يقوم فيها أفراد وغير محدودين بوقت، فلذلك لابد أن تكون هذه الأهداف أو تقوم فيها جهات سواء حكومية أو خاصة بدون ما تكون محدودة بوقت معين لإنجاز هذا البحث، وهنا قد تضيع هذه النقطة. نجي للمرحلة الثالثة، وضع خطة البحث. وضع خطة البحث تكون بعد ما حددت أهداف البحث، إذا أنا سأحدد ما هي الخطوات التي سأقوم فيها. عادة خطوات البحث العامة تكون في مراحل التحليل، التصميم، التنفيذ، وبعد ذلك التقييم، فهذه تقريبا المراحل العامة. لكن في بعض الأبحاث في مجال أمن المعلومات أو في مجال تقنية المعلومات بشكل عام تكون لها مراحل مختلفة، فمرحلة التحليل تسمى بأسماء مختلفة، مثلا لها طريقة معينة من جمع البيانات، تنقية البيانات، استخراج البيانات من مكان معين، ولا تسمى تحليل، يكون هناك مرحلة خاصة في البيانات وبعد ذلك تليها مراحل التحليل وإلى آخره. فوضع الخطة البحث المناسبة لطبيعة البحث نفسه. بعد ذلك هذه الخطة تشمل ما يليها من عناصر لجمع البيانات وتحليلها. جمع البيانات قد يكون مجرد عن طريق المسح الأدبي، قد يكون عن طريق عدة طرق اللي هي طرق البحث المعروفة اللي هي الكمية أو النوعية، اللي هي كما عن طرق مثلا الاستبيان، استطلاعات الرأي، طرق المقابلات، طرق الملاحظة، طرق التنقيب خلال النص، عدة طرق للبحث قد يكون ليس مجال تفصيلها الآن. لكن جمع البيانات هذه مهمة أو هذه اللبنة الأساسية في البحث، إذا لم تجمع البيانات بطريقة صحيحة للبحث بشكل عام
فكل ما يبنى عليها قد لا يكون صحيح. فلا بد التحري في موضوع جمع البيانات، لابد اتباع الطرق العلميه المنهجيه الواضحه. عندما نذكر التعريف، التعريف لابد يكون خطوات محدده ومنهجيه، فهنا لابد ان نتبع منهجيات معروفه لجمع البيانات في حسب المجال الذي نريد ان نبحث فيه. تحليلها ايضا يتم يعني عن طريق طرق علميه معروفه، وفي نفس الاسلوب توضح الخطوات في هذه المرحله. بعدها تكون مرحلة التصميم، وهنا بناء على ما سبق تكون مرحلة التصميم تجارب، سواء كانت تجارب بحثية أو كانت نماذج موديلز، نماذج حلول مقترحة، وتفصيل طريقة تنفيذ هذه النماذج أو حتى نتائج التجارب نفسها، أو تفصيل طريقة أداء التجارب نفسها. تأتي بعد مرحلة التطوير تنفيذ هذه التجارب أو نماذج الحلول المقترحة حسب الخطوات التي اقترحت في الخطوة السابقة. ثم تأتي اختبار وتقييم النتائج. يمكن الغالبية قد يكون يعلم بهذه الخطوات، ولكن حنرجع نعلق على هذه الخطوات بشكل أكبر عندما نتكلم عن تحديات اللي يواجهها البحث في مجال أمن المعلومات. فلدينا أيضا اختبار وتقييم النتائج. فاختبار تقييم النتائج في هذه المرحلة ضروري أن يكون لدينا الأهداف التي ذكرناها عندما عن تحديد الهدف، سواء ذات الأهداف الفرعية الذكية، لابد أن نرجع لها عند مقارنة النتائج واختبارها. لابد أن نرجع لها بحيث أن نقول كان هدفنا هذا الشيء والآن ثبت لنا عن طريق التجارب أو عن طريق الحلول المقترحة. أيضا مرحلة تحديد الأهداف يمكن نسيت أتطرق لها، أن نكون خلالها الأسئلة البحث والفرضيات أو توقعات النتائج. الهايبوثيسز الفرضيات للبحث نفسه، النتائج البريدكشن، النتائج الممكن ان تتوقع كنتيجه تحليل لهذه البيانات او نتيجه تحليل لهذه النماذج المقترحه، نتوقعها قد تكون النتائج اللي اخذناها توافق التوقعات او قد لا توافق التوقعات. وهنا نقطه مهمه اريد ان اذكرها، انه عند ظهور النتائج لابد ان تذكر النتائج كما هي، ولا يتم تحريفها لتوافق التوقعات بطريقه اخرى، لان هذه مساله يعني مساله اخلاقيه في الاخلاقيات في البحث العلمي. الشيء الاخر انه تعتبر نتيجه ان يكون لديك توقع ولم يكن التوقع صحيح، هذا لوحده نتيجه. الاسلوب في تفسير هذه النتيجه هو الذي يصنع الفرق، فحتى لا يقوم غيرك بعمل نفس الخطوات، فبالتالي ويصل الى نتيجه كانت يعني وجدها اصلا خاطئه. فهذه النقطة يجب الانتباه لها. أيضا توثيق البحث ونتائجه، طبعا توثيق البحث ونتائجه يعتمد على الجهة التي طلبت البحث أو السبب لأجل تم القيام بالبحث. إذا كان لأجل الحصول على درجة سواء دكتوراه ماجستير بكالوريوس، فيكون عادة عن طريق البحث أو تقرير البحث. إذا كان ورقة علمية من مراكز بحثية غالبا تكون تخرج ورقة أو عدة أوراق بحثية. إذا كانت شركة أو قطاع حكومي تخرج بتقارير ترفع للإدارة العليا. طب نتكلم عن خصائص البحث العلمي. وخصائص البحث العلمي هنا يعني هذه تقريبا الخصائص المتفق عليها تقريبا للبحث العلمي بشكل عام. في يوجد لدينا تحديات تخص البحث العلمي في أمن المعلومات بما يخص بعض هذه الخصائص، وسنوضحها لاحقا. خصائص البحث العلمي، أي بحث علمي، أن يكون له هدف واضح. والهدف الواضح اللي هو البيربزنس، الهدف الواضح غالبا يكون اذا حددت انت المشكله بشكل صحيح وصفتها بشكل صحيح تستطيع ان تحدد الهدف الواضح للبحث. ايضا يكون موضوعي ومحايد، ونقصد بذلك ان لا يكون مدفوع برغبات شخصيه او باختياره لمثلا مجتمعات بحثيه معينه فقط للحصول على النتائج المرجوه، واهماله لنتائج لمجتمعات بحثيه اخرى قد تؤثر في النتيجه بشكل مغاير. فبالتالي يبنى البحث بتفاصيله باهدافه بخطته بموضوعيه، بحيث انها تؤخذ كل العوامل في الاعتبار بدون، ويكون بشكل محايد ولا يتبع ولا او لا يتاثر بالجهه التي اخرجت البحث. فإذا وجدنا أن شركة فلنفرض شركة أي شيء مثلا، خلينا نقول شركة، لنقول شركة اتصالات، إذا شركة اتصالات مولت بحث معين يتكلم عن مدى محافظة شركات الاتصالات على الخصوصية البيانات
لجهة معينة أو لفئة معينة. إذا أنا أخذت فئة معينة محددة عن طريق الشركة، وبالتالي قد أحصل على يعني إجابات مرضية ممكن تستخدمها الشركة في الدعاية إلى آخره، بالتالي أنا لم أتبع الموضوعية أو الحيادية في عند إجراء البحث العلمي. أيضا البحث العلمي لابد أن يكون يمكن تكراره، replicable. المعنى هنا replicable اللي هو أنا لو أحد اتبع، بما أني أنا وصفت خطة البحث بشكل دقيق، بما أني أنا حددت الأهداف بشكل دقيق، خطوات البحث كانت مفصلة خلال كل المراحل، أي شخص آخر يستطيع أن يمشي نفس المسار، يتتبع نفس الخطوات، يستطيع الحصول على نفس النتائج. وهذه حقيقة يعني نفتقدها في معظم الأبحاث المحلية، وليس الجميع، لكن نفتقدها لنقول في بعض أبحاث طلابنا. إذا أبحاث الطلاب، خلينا نتكلم هذا من واقع، لأن أشرفت على أبحاث كثيرة لطلاب سواء بكالوريوس. إذا نظرت للبحث أو تقرير البحث للطالب، أجد أنه لا أستطيع، لو اتبعت نفس الخطوات لا أستطيع الوصول إلى نفس الطريقة اللي توفروا لها في تصميم ألغوريثم معين، أو في تصميم لوغاريتم معين، أو في تصميم طريقة معينة. لأنهم ليس لأنهم لم يقوموا بعملها بشكل صحيح أو لم يقوموا هم بعملها، ولكن لأنهم لم يكونوا على وعي بضرورة توصيف الخطوات التي وصلتهم إلى تصميم هذا اللوغاريتم أو هذه الطريقة. فهذا موضوع أساسي، وغالبا المجلات المحكمة عالميا القوية تتطلب هذا الجزئية بشكل واضح في الأوراق البحثية. موثوق النتائج، هذه نقطة ثانية، وهي أستطيع أن أعتمد على هذه النتائج. هذه النتائج إذا أخذتها في نطاق آخر، قد على حسب طبعا النتيجة، إذا كان نتيجة البحث قالت لي أنه هذه النتيجة مطبقة يمكن تطبيقها على عدة قطاعات، فبالتالي فعلا لو أخذنا هذه النتيجة أو هذا النموذج المقترح وطبقته على عدة قطاعات أخرى، بالتالي حصل على نفس النتائج. فإذا كان هذا الوضع ففعلا إذا هذه هناك موثوقية. أيضا صحيح الخطوات، فالخطوات نفسها الموصفة معتمدة على منهجية علمية صحيحة ونفذت بشكل صحيح، يعني ما كتب فعلا نفذ، وليس ما كتب مختلف عن ما نفذ. أيضا لابد أن يكون دقيق، ويأخذ في الاعتبار بعض اللي يسمونها margin of errors، اللي هي إذا كان هناك أخطاء لبعض التجارب، إذا أضعها وأضع إلى أي مدى أو إلى أي مدى ممكن تقبل هذا الخطأ، أو ممكن تقبل انحراف النتائج عن معدل معين مطلوب. فلا بد وصف النتائج بدقة، سواء في خطوات التصميم أو حتى في خطوات التنفيذ، أو بشكل أحرى في عند وصف النتائج أو عند يعني ذكر النتائج في التقرير. يمكن اختبار النتائج، وهذا شيء طبيعي إنه أي نتيجة أنا لابد من أن أقوم بتقييمها، فبالتالي يمكن اختبارها سواء على دراسات واقعية أو دراسات حالة واقعية أو على دراسات محاكاة. لكن يمكن النموذج المقترح يمكن أن أطبقه، وأي شخص آخر غيري يستطيع أن يطبقه. يمكن هذه النقطة تشترك مع الريبليكابيلتي، يعني إمكانية التكرار. فإذا أنا استطعت أن أمشي بنفس الخطوات، وأستطيع أيضا أن أقيس الأثر أو أقيس النتائج بنفس الخطوات الموصفة للقياس، فبالتالي أنا أستطيع أن أكون حققت هذه الخاصيتين. أيضا التعميم، وموضوع التعميم هو ليس ضرورة، ولكن إذا كان هناك بحث ادعى انه يمكن تعميم هذه النتيجه، فلا بد ان يذكر كيف يمكن تعميمها، وفعلا يكون هناك امكانيه في تعميمها على المدى القريب او البعيد. فموضوع التعميم انه يكون الشخص حذر فيه عندما يذكره. طيب بالنسبه للبحث العلمي في امن المعلومات، حقيقه انا حاولت ادور يعني تصنيفات البحث العلمي في امن المعلومات، كيف ممكن يصنف، ما هي أقسامه إلى آخره، لكن ما وجدته في عدة يعني من قراءاتي في عدة أوراق علمية أنه فعلياً أمن المعلومات يشمل كل جوانب الحياة. يعني أمن المعلومات حالياً وخاصة في وجود التحول الرقمي الآن يشمل جميع كل مجالات الحياة، فبالتالي عندما أجري بحث علمي في أمن المعلومات أستطيع أن أجري البحث العلمي في أمن المعلومات ما يخص التعاملات التجارية، وهل يمكن إيجاد مثلا إطارات معينة وأخذها على عدة يعني على عدة مثلا طبقات، على مجالات الحوكمة، على مجالات الاستراتيجيات، على مجالات إنشاء العقود الإلكترونية إلى آخره. فأستطيع أن أدخل في عدة تطبيقات،
في المجال الصحي أيضا أستطيع أن أقوم بنفس الأسلوب. فلذلك يعني كأي شيء أتوقع أي شيء يشمل ما يتعلق بحماية المعلومات من حيث السرية، التكامل، التوفر في جميع المجالات والتطبيقات يدخل في تحت مجال البحث العلمي في أمن المعلومات. أيضا بعض المجلات العلمية تقوم تتخصص في مجالات معينة في أمن المعلومات على حسب الطبقات. مثلا تجد أن هناك مجلات علمية مهتمة في البحوث العلمية في طبقة الابليكيشن اللي هي التطبيقات الإلكترونية وأبحاث أمن المعلومات في هذا المجال. أخرى تكون تتخصص في النتورك سكيورتي، فبالتالي في أمن الشبكات بشكل عام، فتتعلق أو تركز على طبقة الشبكات بما يختص بالبروتوكولات المستخدمة لتأمين أمن الشبكات سواء كانت سلكية أو لا سلكية إلى آخره. أخرى تتكلم عن طبقة البنية التحتية سواء كانت من برامج أو أجهزة أيضا، وكل ما يتعلق بأمن المعلومات فيها. أيضا مؤخرا هناك مجلات تهتم بنوعية التهديدات، فبعض التهديدات تأخذ طابع معين، فتجد أن مجالات البحث تكون في تهديدات معينة خاصة بالشبكة أو تهديدات منع الخدمة أو تهديدات فتكون أو تهديدات تختص ب أو مجالات تختص بالتوعية أو مجالات تختص بالعنصر البشري والتهديدات التي قادمة عن طريق العنصر البشري وهكذا. فهذا بشكل عام. فبالتالي الملخص في هذه النقطة أنه أمن المعلومات حاليا أصبح ضرورة وتجده في أي مجال. يعني وأنا على استعداد أعطيك يعني بحث أو أن أكتب لك فكرة بحث في أي مجال تقريبا من مجالات الحياة حولنا. والسبب الأساسي حقيقة موضوع التحول الرقمي اللي يعني نال أو غطى جميع تقريبا المجالات اللي الحياة للإنسان. بعض الخصائص للبحث العلمي في أمن المعلومات، في الأمن المعلومات حقيقة جميع ما سبق من ما ذكرت من خصائص خاصة بالبحث العلمي تنطبق على أمن المعلومات، لكن هناك بعض الخصائص تخص البحوث في أمن المعلومات، أنه الكثير منها يعني لابد أنه توفير تركيز أكبر عند بناء التوقعات البريدكشن، وهذه في مرحلة تحديد أهداف البحث العامة، الهدف العام والأهداف الفرعية والفرضيات والبريدكشن، لابد أن يبذل جهد أكبر في هذه النقطة، لأن الكثير يعتمد عليها أو كثير من النتائج تعتمد على تفسيرها على هذه التوقعات أو هذه البروجكشن. وظهرت الآن يعني أساليب في البحث العلمي لتوضح طريقة بناء هذه التوقعات. أيضا هذه حقيقة هي خاصية، وأنا بعض الخصائص هنا نقدر نقول إنها سلبيات وإيجابيات في نفس الوقت. البحث العلمي في أمن المعلومات بشكل عام، مجال البحث العلمي في أمن المعلومات يتأثر بعوامل كثيرة أخرى سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وغالبية مشاكل الأبحاث في هذا المجال تعتبر مشاكل لينة. القلة منها لما أنا أروح على مجال أكثر، يمكن أنا الآن حالياً أنا جيت من خلفية علوم حاسبات إلى نظم معلومات، ففي علوم الحاسبات كنا نهتم أكثر بمثلاً اختراع نظام أو لوغاريتم تشفير جديد أو الدمج بين لوغاريتمين للتشفير، فهذه أعتبرها مسألة صلبة، مسألة نسميها hard problem، لأنه عندي موصفة لكل كل كل واحد من هذه اللوغاريتمات وطريقته، بالتالي أنا أجمع بينها بطريقة برمجية أوكي، وأدخل بعض التعديلات وأجربها وأشوف هل أعطتني نتيجة أو لا. فالبيئة مغلقة، الاختبار مغلق، النتائج المتوقعة سهل إيش أتوقعها، والعوامل المؤثرة محصورة وقليلة. عند التطبيق ممكن أقول إنها قابل للتطبيق في هذا المجال لسبب إكس واي، لكن غير قابل لهذا المجال الآخر. قابل للتطبيق في مجالات تتحمل مثلا تخزين كبير، ولا هي غير قابلة للتطبيق في مجالات أخرى. لكن المجال تظل المشكلة هارد، المشكلة محددة صلبة، بينما الغالبية الأبحاث حاليا حقيقة أيضا هذا الشيء قد ينطبق أيضا على بعض البروتوكولات في أبحاث النتورك سكيورتي أو أمن الشبكات، لكن غالبية الأبحاث في أمن المعلومات والتي تكون تحصل على تمويل عالي حقيقة تكون هي متشعبة، متشابكة، متتقاطع مع كثير من المجالات وتتأثر بالكثير من العوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية.
والمردود منها أكبر حقيقة، يعني المخرجات في هذه الأبحاث أثرها على المجتمع أكبر. فهذه تعتبر خاصية، ولكن لما تكون هناك عدة عوامل بالتالي لابد أن ألم بهذه العوامل، فبالتالي هذه نقدر نقول هي سلبية وإيجابية في نفس الوقت، ولكن تحتاج جهد أكثر. ما نقول سلبية ولكن تحتاج جهد أكثر. أيضا عينات البحث، وهذا يمكن ينطبق على جميع البحث العلمي بشكل عام، لابد أن تكون ممثلة لمجتمع البحث بشكل كبير. لكن إحنا إشكاليتنا في مجال أمن المعلومات، ما هو مجتمع البحث بالنسبة لك؟ فعليا مجتمع البحث هو العالم كله، أي شخص يتعامل مع هذه المنظومة في خدمات معينة هو يعتبر مجتمع بحث، أي موظف في هذه المنظومات بقطاع معين أو عدة قطاعات هو مجتمع بحث. فبالتالي عينات البحث لابد أن تكون فعلا ممثلة. فإذا أنت حددت المشكلة بشكل صحيح، عرفتها وصفتها، لابد أن فعليا لا تهمل أي شخص له علاقة في هذه المشكلة وتعتبره عينة لمشكلة البحث. بعض القصور اللي يكون أو بعض المشاكل اللي يعني ملخص ما وجدت في بعض الانتقادات للأبحاث، أنها تركز على يا مجال تقني أو تركز على عينة معينة في المجتمع في كمجال تقني، وتهمل بعض اللي هم الأشخاص ذوي العلاقة ونسميهم ستيك هولدرز. أوكي، عندما يعني عند أنت تقييم النتائج أو حتى عند جمع البيانات. فلذلك العينات البحث لابد أن تكون ممثلة لمجتمع البحث وتعكس الواقع. كذلك كما أسلفت تتقاطع مع معظم المجالات البحث العلمي في المجال التطبيقي أو حتى في المجال النظري. إذا أنا تكلمت عن مجالات مثلا في التشفير، أنا أتقاطع مع مجالات في الرياضيات إلى آخره. إذا جيت أنا أتكلم عن أبغى أبني مثلا نماذج لتحليل اللي هم أنماط السلوك لدى الموظفين عند تطبيق سياسات معينة، أنا أيضا أتعامل مع بعض النظريات الإحصائية وأتعامل. فبالتالي هي تتقاطع مع كثير من المجالات، هذا نظريا. لكن عمليا حقيقة لما أنا أبغى أسوي مثلا نظام أمن معلومات أو إطار أمن معلومات للمجال الصحي، للقطاع الصحي، لابد أن أفهم القطاع الصحي بشكل كبير، لابد أن أفهم متطلبات القطاع الصحي بكل العناصر الموجودة فيه، بكل الأشخاص ذوي العلاقة. ثم بعد ذلك أفهم أيضا ما هي الممارسات التي الأشهر في هذا القطاع، حتى أستطيع أن أعرف ما هي متطلبات اللي هي أمن المعلومات في هذا القطاع. فبالتالي هذا التقاطع أيضا يتطلب جهد أكبر. ميزة حقيقة أنه متجدد، يعني أنا أضمن أنكم أنه يعني أمن المعلومات يعني مجال بحثي قد لا يموت. هناك العديد مع الوقت، هناك العديد من تقنيات الحديثة تظهر، مع كل تقنية تظهر العديد من التحديات، بالتالي تحتاج إلى أبحاث تخص هذه التحديات وتصدي لها. أيضا ظهور تطبيقات أخرى أو قطاعات أخرى تستثمر التقنية أو تتعرض للتحول الرقمي بشكل أكبر، يضيف لنا أنه نحتاج أن نسوي أبحاث في هذا القطاع لضمان أمن المعلومات فيه. إذن كمميزات بشكل عام حقيقة في البحث العلمي في أمن المعلومات، وأنا أقدر أقول في البحث العلمي في تقنية المعلومات بشكل عام، البحوث حقيقة هي مرنة، نستطيع عملها في أي وقت. عندما نقارنها ببحوث تخصصات مثل الكيمياء، مثل الأحياء، مثل حتى الهندسة الكهربائية مثلا، يحتاج إلى معامل خاصة، يحتاج إلى أجهزة خاصة، يحتاج قد يكون إلى مواد معينة، عدم توفرها يعطل هذه الأبحاث إلى آخره. فعليا في الغالب وليس دائما، في الغالب مجال البحث في تقنية المعلومات بشكل عام وفي مجال أمن المعلومات بشكل خاص هو مرن، تستطيع عمله في أي مكان، لا تحتاج إلى معدات مخصصة أو مواد مكلفة أو معامل متخصصة يتطلب إعدادها وقت طويل. كذلك التعاون البحثي ميسر، فلا يوجد حاجة يتواجد الفريق البحثي في مكان واحد. عندما أكون في معمل وأحتاج إنه الزميل لي مثلاً أشتغل في الكيمياء أو كيمياء حيوية، أحتاج الزميل لي لمراقبة هل تمت التجربة بطريقة صحيحة أو لا، أحتاج لشخص آخر يقرأ معي مثلاً القراءات في جهاز حتى أستطيع تعديل بعض الممارسات حتى الوصول للنتيجة المرجوة. لكن في مجالنا حقيقة يمكن التعاون بشكل اللي هو virtual، بشكل عن طريق استخدام الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل بطريقة الإنترنت، كلها بدون الحاجة لتواجدنا في مكان واحد. يعني ممكن باحث من جدة وباحث من الرياض وباحث من الدمام كلهم يشتركوا على مشروع واحد، وكل من يقوم بهذه باستخدام الحوسبة السحابية واستخدام عدة طرق أخرى.
أيضا مجالات البحث زي ما قلنا متجددة مدفوعة بسرعة التحول الرقمي. كذلك واستمرارية هذه الخدمات لا تتم إلا عن طريق الحفاظ على أمن المعلومات. كذلك التهديدات متجددة، وهذه قد تكون ميزة وعيب. يعني البحث اللي الآن لنقل أني أخذت مثلا بروتوكول يقوم على تأمين مثلا الوايرلس التنقل نقل نقل المعلومات ما بين في الشبكة اللاسلكية، لكن بعد فترة قد أجد أنه هذا البروتوكول لا يعمل بشكل جيد لأنه هناك تهديد جديد أتى من طريقة لم يتم التفكير فيها في هذا الوقت. فلذلك التهديدات أيضا متجددة، وبالتالي حتى يكون هناك حاجة دائمة لهذه الأبحاث. الأهم حقيقة، وهذا يعتبر ضغط أكثر على الأشخاص العاملين في مجال البحث العلمي في أمن المعلومات، أنه لابد من التنبؤ بالتهديدات وليس التعامل فقط مع التهديدات الحالية. وذلك عن طريق، لذلك بما قلنا سابقا، التوقع أو البريدكشن هي شيء أساسي في الأبحاث أمن المعلومات، فلابد التنبؤ بالقادم ثم الاستعداد له أو اقتراح حلول له. أيضا هناك فرص البحث العلمي في أمن المعلومات. حقيقة فرص البحث العلمي كبيرة جدا خاصة لدينا، يعني هنا في السعودية الحمد لله يعني يوجد توجه. الآن عندنا اتحاد الأمن السيبراني، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، يعني كجهة توفر الكثير من النشاطات، لكن في اهتمام لدينا الهيئة الأمن السيبراني، لدينا في توجه في وطني لحفظ الأمن المعلومات أو الاهتمام بالأمن السيبراني بشكل عام. طبعا أمن المعلومات شخصيا أنا أصنف كجزء من الأمن السيبراني، يعني تعريف الشخص الأمن السيبراني مظلة أكبر وتشمل أشياء أكثر من فقط الحفاظ على المعلومة وأمنها، بل تشمل مجالات أخرى وقد يدخل فيها حتى مجالات أخرى غير مجالات التقنية المعلومات. لكن بشكل عام فهناك توجه لدعم هذه الأبحاث، لكن لدينا حقيقة حلقة يعني مفقودة ما بين، يعني هناك رغبة وهناك باحثين، ولكن لا يوجد من يوصل ما بين هؤلاء الراغبين وما بين هذه المراكز أو الأماكن التي تحتاج لهذه الأبحاث، وحنحاول نناقش إيش السبب في هذه. أيضا من الفرص أنه في تصاعد الهجمات الإلكترونية، يعني بشكل عام يعني الهجمات الإلكترونية قبل سنة لا تقارن بهذه السنة، وهي تقريبا تتضاعف يعني سنويا، وهذا الشيء محليا ودوليا. التصاعد هذه الهجمات زاد الوعي العام بأهمية هذا المجال على مستوى الفرد وعلى مستوى القطاعات وعلى مستوى المجتمع بشكل عام. يوجد حاليا مراكز كثيرة متخصصة في معظم جامعات المملكة وحتى عالميا تتعلق بالابحاث في مجال امن المعلومات والامن السيبراني، من ضمنها مركز التميز للامن السيبراني، والان في مؤتمر قائم تحت ضمن منظمة مؤتمر اللي هو إنترنت الأشياء السعودي. فالمؤتمر هذا أنا أنصح حقيقة بحضوره في الرياض. إنما في هناك مراكز متعددة، هناك مراكز كوحدات داخل مراكز بحثية كبرى، تم افتتاح وحدات خاصة بمجال البحث في الأمن المعلومات، وكذلك هناك زيادة في عدد المتخصصين في المجال وتعمقهم في تخصصات المجال الفرعية. وأحب أن أذكر هنا نقطة، إحنا لدينا إشكالية في مدى التعمق، فيعني أو مدى إظهار التعمق للجميع، فبالتالي التخصص فعليا مطلوب. أمن المعلومات مجال جدا كبير، لكن عندما أقول أنا متخصص في أمن المعلومات الشبكات وفي تهديدات معينة مثلا، بالتالي أو في تصميم مودلز معين أو في، فهذا يعطي قوة لهذا الشخص عندما يعلن عن نفسه بهذه الطريقة ويعرف ويظهر يعني مدى قوته البحثية في مجال، وآخر يظهر مدى قوته البحثية في مجال مقارب، بالتالي تعاون هذول الأشخاص يظهر لنا أو ينتج لنا مجالات أو ينتج لنا مخرجات لهذه الأبحاث تكون قوية جدا ومنافسة عالميا. بعض الأرقام حبيت أشاركها معاكم عشان منها حنستخلص بعض الفرص. هذه تقريبا يمكن ما لها فترة بسيطة، معلش أنا في غلطة بس بعض الأرقام. في 92% من الهجمات عن طريق الإيميل، هذا في آخر تقرير صدر في نهاية عام 2018. 92% من الهجمات
التي ضرت بشركات وبدول تمت عن طريق الإيميل. بعض هذا يظهر لنا حاجة، يظهر لنا أنه عندنا مشكلة كبيرة في موضوع التوعية بأمن المعلومات ما بين الموظفين أنفسهم. فلذلك هذه قد تكون مجال بحث، وقد تكون مجال بحث لغير المتخصصين في أمن المعلومات من الناحية التقنية، تكون مجال بحث لدراسات اجتماعية، قد تكون هناك تعاونات بحثية بين هذه القطاعات، وأتمنى أن أشوف مثل هذه التعاونات كثير، لأنه حاليا عالميا لا يوجد شخص يقوم ببحث بشكل منعزل في تخصص أمن المعلومات بدون ما أن يكون له شراكات بحثية مع القطاعات الثانية أو المجالات البحثية الأخرى. فتجد فريق البحث يوجد فيه متخصص في الإحصاء، متخصص في العلوم الاجتماعية، متخصص في العلوم السياسية، وكذلك متخصص في أمن المعلومات، ومتخصص في تقنية المعلومات بشكل بحث. ففريق عمل كامل يظهر لنا مخرج قوي في النهاية. أيضا من ضمن الأشياء، 56% من مديري أمن المعلومات يعتبرون معالجة التصيد الإلكتروني على رأس أولوياتهم. فالتصيد الإلكتروني اللي هو الإيميلات اللي هي الفيشنج، اللي هي تأتي عن طريق الإيميل، رسائل للتصيد تكون مخصصة أو مصممة بحيث أنها تخدع المستلم أنها إيميلات حقيقية أو إيميلات جاءت من مصادر موثوقة. فغالبية مديري أمن المعلومات وضعوا هذه، أو أكثر من النصف وضعوا هذه كأولوية من أولوياتهم، لأن عندما تأتي، وهذه يربطها بالنقطة السابقة، لأنه أغلب الهجمات تأتي عن طريق الإيميل، فإذا أنا تصديت لهذه مثل هذه الإيميلات أو التصيد الإلكتروني اللي يكون فيها التصيد الإلكتروني، بالتالي أنا تقريبا أزلت كمية كبيرة من التهديدات. أيضا المنظمات بشكل عام لا حتى تتعرف على أنه تعرضت لاختراق بيانات أو لم تتعرض، تقريبا تحتاج إلى يمكن نصف سنة أو أكثر، 191 يوم. هذا يعني تقريبا كمتوسط. هذا البيانات كلها جاية من يعني من أمريكا بشكل عام، يعني منطبق على أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هذه الدراسة إذا أنا تمضي هي أكثر من نصف سنة حتى تتعرف أنها أو تعرف أنها تعرضت إلى اختراقات بيانات. فبالتالي في مجال بحث هنا أنه لتطوير أنظمة للتعرف على الاختراق في البيانات مبكرة، أو للتعرف المبكر على اختراق البيانات، أو في مرحلة أقوى لتوقع الاختراقات. النقطة الأخرى، يمكن هذه اللي فيها غلطة، 61% من الشركات الأمريكية في 2017 تعرضت لهجمات متعلقة بإنترنت الأشياء. وإحنا هذا المجال بالنسبة لنا يمكن في السعودية بالذات ما بدأ، أو حتى في الشرق الأوسط ما بدأ، يعني تطبيقاتها تظهر بشكل واضح، موجودة لكنها محدودة. لكن لما نبدأ من الآن أنه نبدأ يعني نستثمر في الأبحاث المتعلقة بأمن إنترنت الأشياء؟ متوسط التكلفة بشكل عام لكل الهجمات الإلكترونية بكل أنواعها في أمريكا 5 مليون. فبالتالي هذه نقطة تساعد الناس، وإحنا نستخدمها صراحة عند إقناع الشركات، عندما نضع استراتيجيات لأمن المعلومات لبعض الشركات، ويكون هناك ممانعة من الإدارة التنفيذية في صرف مبالغ معينة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وخططها التنفيذية، نقنعهم بالضرر المتوقع في حال عدم تطبيق هذه الاستراتيجيات أو تطبيق هذه الخطط المقترحة. فبالتالي يوازنوا. هذه تعطي أيضا مجال لأبحاث خلنا نسميها أمن معلومات واقتصادية، تجمع ما بين أمن المعلومات، البحث في أمن المعلومات، والمجال الاقتصادي، بحيث أنه كيف أوصل للمعادلة اللي تضمن لي التوازن ما بين ما أصرفه على أمن المعلومات وما يمكن أن أستثمره في مثلا فتح مجالات أخرى للأعمال التي أقوم فيها أو تقوم فيها الشركة. كذلك لدينا أيضا تقريبا أكثر من 80% من الشركات صرفت مليون دولار لتجهيز خدماتها تتوافق مع نظام حفظ البيانات الأوروبي، طبعا اللي هو يسمونه الجنرال داتا بروتكشن ريجوليشن، ظهر من الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، أتوقع اللي في أبريل الماضي أو في أبريل 2017 حقيقة ناسية. لكن الفكرة أنه بعد تطبيقه، يعني بسبب صرامة هذا القانون لحفظ بيانات أي مواطن أوروبي سواء داخل أوروبا أو خارجها، يتعامل مع أي شركة سواء داخل أوروبا أو خارجها، وفرض العقوبات الخاصة فيها، لذلك قامت تقريبا 80 شركة في 80% من الشركات في أمريكا بصرف مبالغ فقط لتحاول أو لتغيير
سياساتها في حفظ الخصوصية حتى تتوافق مع هذا النظام لتجنب العقوبات المصاحبة لهذا النظام. فلذلك مجالات البحث هنا حقيقة ممكن تتعلق في المجالات استراتيجيات، في مجالات وضع سياسات أو التكامل مع بعض السياسات. يوجد فيها حقيقة أبحاث أو خلينا نقول استشارات، مجال الاستشارة والبحث في هذا المجال. طبعا حاليا احنا ان شاء الله مقبلين على نظام للخصوصية في السعودية، فبالتالي من ضمن المجالات انه التوافق مع الأنظمة الحالية او ايجاد ثغرات فيها، وقد يكون في بعض الابحاث اوريدي عملت في هذه النقطة. طب اذا جينا نبغى نسوي البحث العام وقررنا على مشكلة معينة ووصفناها وعارفين اهدافها، ايش اغلب التحديات اللي تواجه الباحثين في البحث العلمي في امن المعلومات؟ حقيقة رقم واحد حساسية المجال بالنسبة لمجتمع البحث. قد تقوم بأبحاث معينة تحتاج إلى دراسة حالة، دراسة الحالة هذه مثلا تتطلب أنك تحصل على بيانات من قطاع حكومي أو قطاع خاص، بيانات تخص فعلا الوضع الحالي أو الواقع. تجد أنه لا يمكن يعني رفض لإعطاء هذه البيانات أو رفض، وهذه تقريبا يعني يمكن 90% صايرة معانا في أغلبية الأبحاث، وهذه المشكلة الكومن، المشكلة العامة يعني المتداولة أو اللي نناقشها في مجال بيننا كباحثين في مجال عمل المعلومات. حقيقة هذا التحدي تحدي جدا كبير، له أساس يعني له ممكن أسلوبها أو لدي اقتراحات للتغلب عليها، أن تكون هذه الأبحاث عندما تكون الأبحاث نابعة من هذا القطاع أو متبناة من هذا القطاع، فسيكون توفير البيانات اسهل. هذا واحد من اساليب تخطيها. النقطه الاخرى ان يكون في هناك توقيع، وحنشوف بالضبط ايش هي توقيع اتفاقيات اللي هي عدم الاشفاء، افشاء سوري السريه يعني السريه وعدم افشاء المعلومات الى اخره. بس التوقيع القطاعات هذه لا توقع هذه الاتفاقيات مع افراد، توقعها مع مراكز بحثيه، توقعها مع جامعات، توقعها مع جهه تكون مسؤوله امام هذه القطاعات. فهذه نقطة نضعها في الحسبان. فبالتالي تحتها صعوبة الحصول على بيانات حقيقية ودراسة حالة لاستخدامها في البحث. غالبا هذه النقطتين أكثر شيء تتناول لما تكون المشكلة لينة أكثر من لما تكون صلبة. فأرجع أقول لما تكون المشكلة محددة مثل أبغى أسوي لوغاريتم تشفير أو أبغى أسوي بروتوكول لنتورك، أنا أستطيع أن أعمل في بيئة مغلقة وأستطيع إجراء أبحاثي. عندما أطلع عن هذه الدائرة لدائرة أكبر، أحتاج مثلا أدرس سلوكيات، أحتاج أدرس واقع مثلا معين لموضوع حتى أستخرج عوامل أو إلى آخره، هذه تكون صعبة جدا. عند تقييم الحل غالبا تقييم الحل في الأبحاث، وأنا أتكلم أرجع أقول بالذات في المشاكل اللينة، ما يكون دقيق إلا على المدى البعيد. مثلا أنا شخصيا واجهت هذه المشكلة في بحث الدكتوراه، اقترحت مثلا إطار معين لحفظ الخصوصية في الخدمات الإلكترونية الحكومية، والاقتراح هذا حتى أقيم فعلا أنه هل هذا الإطار المقترح فعلا حفظ الخصوصية، هل المستخدمين فعلا أحسوا بأن خصوصيتهم حفظت، مدى الرضا أو القبول الأشخاص ذوي العلاقة بهذا الإطار أو بتطبيق هذا الإطار أو لا. التقييم الذي قمت به تقييم على المدى القصير، تقييم على المدى القصير للدراسة نفسها كان تقريبا خلال سنة، لكن فعليا أثره كان حيكون أكبر أو أوضح سواء بعيوبه أو بحسناته لو كان التقييم كان على مثلا 5 سنوات، تقيم الحالة قبل 5 سنوات وبعد 5 سنوات تقيم، ثم بعد ذلك تقارن النتائج ويلاحظ الفرق. فعادة بعض المشاكل وليس جميع المشاكل في مجالات البحث العلمي في أمن المعلومات تحتاج إلى تقييم الحل يكون على المدى البعيد. الغالبية أيضا نتائجها ليست فورية متوقعة، حتى في بعض المشاكل أو في بعض مجالات البحث اللي هي نقول صلبة أو اللي هي المعرفة وواضحة. لو قلت أنا مثلا والله إنه أنا عندي هذا اللوغاريتم التشفير هذا ممتاز جدا، وأنا يعني قدمت بلوغاريتم تشفير خفيف ويقوم بالغرض المطلوب منه، وطبق في المدة المخصصة للبحث وكانت نتائجه جميلة وممتازة، بعد استخدامه في عدة بيانات أخرى أو في عدة مجالات أخرى أو في بيئات مختلفة أو مع أجهزة مختلفة لم يعطي نفس النتائج أو لم يعطي نفس السرعة أو إلى آخره، فبالتالي النتائج عادة ما تكون فورية لكن تكون متوقعة.
نتائج الوقت يعني البحث بشكل عام هذه يمكن نفس النقطة، انه تطلب وقت لإثبات فعاليتها. فبرضه من التحديات زي ما قلنا انها تتقاطع مع المجالات الأخرى، احنا ذكرناها أول في انها كميزات، لكن أيضا هي من التحديات، لأنه أنا لما أكون مثلا أسوي بحث يتقاطع مع مجال زي ما قلنا مجال طبي، مجال تجاري، مجال سياسي، أنا أحتاج بفهم عميق للمجال هذا التطبيق، حتى مجال عسكري، حتى أعرف أقوم بتعريف متطلبات أمن المعلومات بشكل دقيق لهذا المشكلة. ثم أستطيع أن أقترح حلول. فالاقتراح مجالات أمن المعلومات أو خلينا نقول متطلبات أمن المعلومات ليست واحدة للجميع. متطلبات أمن المعلومات لجامعات غير متطلبات المعلومات لقطاع صحي، متطلبات المعلومات لجامعات حكومية غير متطلبات أمن المعلومات لجامعات خاصة، بالرغم من أنهم يتشاركوا في العديد لكن قد يكون لهم تفصيلات ثانية أخرى مختلفة عن بعض. فبالتالي لا يوجد فكرة حل واحد للجميع، هذه يعني فكرة غير صحيحة في مجال أمن المعلومات، قد تطبق على الحلول المقترحة لأمن الشبكات، لأمن مرة أخرى للمشاكل اللي هي الصلبة، لكن لا تكون للمشاكل اللي تطلب تعريف أدق للمتطلبات. فهم أيضا النظريات الشائعة في المجال الآخر وأخذها في الاعتبار من مفهوم أمن المعلومات. مثلا عندما نقول كمثال أبحاث تحليل أنماط السلوك للموظفين فيما يخص تطبيق سياسات أمن المعلومات وتفعيلها، مثل هذه الأبحاث أحتاج فهم بعض النظريات الخاصة بالسلوك، أحتاج أفهم بعض النظريات الموجودة في المجال، مجال العلوم الاجتماعية، مجال نظريات أنماط السلوك، نظريات بيئة العمل إلى آخره، حتى أستطيع وأخذها في الاعتبار عندما أقترح أي حل لهذه المنظومة. وهذا حقيقة يوجد الآن، يعني أخذ يوجد يعني هذا المسار هذا موجود كثيرا وملاحظ في الكثير من أبحاث أمن المعلومات، خاصة التي تتعلق بتوقع السلوكيات وبالتالي صنع سياسات قبل أن يتم السلوك نفسه، يعني تسبق سياسات تسبق السلوك حدوث السلوك نفسه. يوجد حاجة أخرى، عفوا بس نرجع شوية، إنه بعض الأبحاث هناك صعوبة في إثبات خاصية إمكانية تكرار البحث أو التعميم في بعض المجالات. فالآن إمكانية تكرار البحث هي متطلب وهي خاصية من خصائص البحث العلمي، ولكن في بعض أبحاث المعلومات في بعض التطبيقات العسكرية لا تنشر اصلا حتى بتفصيلاتها حتى يمكن القيام بتكرار هذه الابحاث او بالقيام باتباع الخطوات نفسها لتكرار البحث. وبالتالي نفس الوضع بالنسبه للتعميم، بعضها غير قابل اصلا للتعميم. هذه فعليا قد صعب احيانا النشر في بعض هذه المجالات، فبعض الابحاث في هذه المجالات تكون اصلا غير قابله للنشر. يمكن نقطة أخرى أنا أحطها على نفس أهمية حساسية المجال، اللي هي ندرة توفر تمويل وتبني لهذه الأبحاث محلياً. في هناك نظرة أنه الأبحاث في مجال تقنية المعلومات أو أمن المعلومات لا تحتاج إلى التمويل الكبير، وبالتالي لابد أنه يكون هناك دعم لها سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص. كمقترح، القطاعات الحكومية فيها غالبيتها مراكز بحث محلية، فتقوم بإجراء دراسات تخص القطاعات هذه ولا تشارك أصلا نتائج هذه الدراسات مع الجهات الأخرى. أيضا القطاع الخاص عادة يميل لتبني حلول جاهزة أو مصنعة للقطاع والاعتماد على عقود التأمين لتلافي اللي هو نقول لإدارة المخاطر، فبالتالي إذا تعرض لهذا الخطر الشركة التأمين تتولى دفع المبالغ التي تتكلم عن أو تعوض هذا الضرر. أيضا عدم تداول تبادل الخبرات المحلية والعالمية ومشاركة النتائج بين الجهات والمراكز البحثية، وهذا حقيقة أنا أرى أنها ظاهرة عامة يعني في جميع مجالات البحث العلمي عندنا محليا. فالخبرات مثلا إذا أنا والله سبق أن جربت برامج معينة أو بيئات معينة مغلقة ولن تتم،
ولم تعطي نتائجها، بالتالي أرغب أني ما أعيد نفس الكرة. فليس الجميع يقوم بنشر هذه التجارب التي لم تنفع أو التي لم تؤتي ثمرتها، بل عادة تنشأ النتائج الجيدة فقط ولا يتم نشر الخبرات السابقة. أحيانا تكون الإشكالية في مدى حساسية النتائج نفسها أو علاقتها بقطاع معين بحد ذاته، أو مدى ما تفصح عن هذا القطاع أو الوضع الخاص بهذا العمل. من الأسباب أيضا ارتباط بعض الجهات بمواثيق سرية مع جهات متعاونة، فالمواثيق هذه يعني هي مواثيق عدم إفشاء المعلومة، تربطهم بحيث أنهم لا يستطيعوا مشاركة هذه الخبرات مع الجميع. وايضا يوجد انه لا يوجد ثقافه التعاون البحثي بشكل عام في هذا المجال او في المجال العلمي بشكل عام، ينقصها الكثير لدينا. هناك بعض الممكنات اللي ممكن اخذها في الاعتبار في البحث العلمي، من ضمنها المحاكيات السيميليترز، وهذه صراحه مهمه كثير في مجال القطاعات، خاصه في مجال النتورك اتاكس اللي هي هجمات اللي هو امن الشبكات بشكل عام. فمحاكاة مثل هذه الهجمات أو محاكاة الحل المقترح في بيئة مشابهة للبيانات العامة، خاصة التي تتعلق بتحليل السلوك أو أنماط السلوك، ممكن بعض بنوك البيانات المفتوحة توفرها بعض الدول، البيانات اللي نسميها البيانات الكبيرة المتوفرة لإنتاج كثير من القطاعات. فمثلا لدينا على سبيل المثال القطاعات مثلا الداخليه، لدينا عدد وزاره الداخليه لديهم العديد من بنوك للبيانات الكبيره، خاصه مثلا بالبلاغات، خاصه بالبلاغات الخاصه بامن المعلومات بشكل خاص. تحليل مثل هذه البيانات ممكن ان يظهر لنا نماذج جديده للسلوك او نماذج جديده لاسلوب التصدي لمثل هذه الهجمات الى اخره. من الأساليب أيضا اتفاقية السرية، وزي ما قلت غالبا القطاعات الحكومية وخاصة تقوم بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع مراكز بحثية، وغالبا لا توقعها مع أفراد إلا لو كان لها سلطة على هذا الفرد أو يكون يعمل لديها. البيئات المغلقة مثل ما قلنا لتجربة بعض البرامج أو لتجربة بعض الحلول المقترحة، وبرامج التواصل بشكل عام زي ما قلنا، أصلا البحث العلمي في مجال المعلومات أو في مجالات التقنية بشكل عام يمكن استخدام الكثير من أساليب التواصل وعمل الفريق عن طريق الإنترنت، ومثال عليها سلاك، وهو ليس أفضل مثال حقيقة، ولكن هو يوجد أمثلة كثيرة غير سلاك. فكخلاصة، مجال البحث العلمي في أمن المعلومات مجال واسع متشعب متقاطع مع العديد من المجالات البحثية نظريا وتطبيقيا. يوجد ضرورة لوجود مبادرات من القطاع الحكومي والخاص لدعم مجال البحث في أمن المعلومات، وحقيقة هذا حيكون أكبر ممكن لمجال البحث العلمي بأمن المعلومات، لأنه إذا كان البحث ممول من جهة فهذه الجهة ستراقب سير البحث، ستكون داعم لتجنب المعوقات لهذا البحث، وممكن للحصول على البيانات التي يعني يحتاجها هذا البحث. ايضا كذلك يوجد حاجه انه تعاون ضروره ملحه للخروج بابحاث قويه وذات نواتج نتائج ملموسه، والتعاون حقيقه ليس فقط بين الباحثين في نفس المجال في مجال امن المعلومات بجميع تفرعاته واقسامه، ايضا مع الباحثين في مجالات اخرى حتى يكون لدينا ابحاث نوعيه قويه وتنشر حتى في اكثر المجلات العالميه المرموقه، وليس فقط النشر هو الحقيقه الهدف. الهدف الأكبر حقيقة أنه تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات، إلى منتجات تعمل، إلى نتائج يعمل بها، إلى حتى لو انتهت إلى مثلا خلينا نقول توصيات أو الخروج بنماذج معينة للسلوك أو الخروج بقوانين معينة للخصوصية أو إلى آخره، أو حتى سياسات أو إلى آخره. مهما كانت هذه النتائج إذا لم يعمل بها أو لم تفعل لا يكون لهذا البحث أي أهمية. فلذلك إذا فعلا يعني البحث كان بشراكة مع القطاع الحكومي أو بشراكة مع القطاع الخاص سترى فيه نتائج فعلية على أرض الواقع، لأنه غالبا هذه القطاعات تستثمر في هذه البحوث لحل مشاكل معينة تعاني منها، بالتالي تريد منتجات تعمل في آخر المطاف. كذلك يوجد ضرورة للإلمام بالمجالات التي تتقاطع مع مجالات أمن المعلومات، فإذا أنت في مجال أمن المعلومات لابد أن يكون لديك خلفيات إحصائية، لابد أن يكون لديك خلفية على حسب طبعا في أي شعبة أنت أو في أي منطقة أو إطار معين أنت تحب أن تركز أبحاثك في مجال أمن المعلومات. فمهما إذا اخترت نطاق معين إذا لا
لابد أن تزيد معلوماتك في هذا المجال أو في هذا القطاع. الحقيقة الآن من الأشياء الأساسية، ويمكن لي الأبحاث الآن في توجه لاستثمار اللي هو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللي هو الاي اي والماشين ليرنينج في مجالات التوقعات، في مجال توقعات أنماط السلوك، في مجالات توقعات التهديدات، لأنها تقوم بتحليل بيانات كثيرة، وأيضا تحليل البيانات داتا مايننج بشكل عام، تحليل بيانات كبيرة يقوم بتخزينها الخادم للعديد من الهجمات التي تأثر على شركة معينة، قد يؤدي إلى الخروج بنمط معين تتعرض له هذه الشركة والمنظومة بسبب أو آخر، وبالتالي تفصيل حلول أمن معلومات خاصة لمواجهة هذه التهديدات، فبالتالي ما يكون الجهد يعني ضائع. لا تستطيع أن تعمل في استراتيجيات أمن المعلومات، نؤكد دائما على أنه لا يمكن أن تقوم بعمل 100% أمن المعلومات، أن تقوم بحفظ أمن المعلومات 100%، لابد أن يكون هناك نسبة، ولكن الذكاء في أنك تركز على أكثر الأشياء تهديدا أو أكثر حماية، أكثر الأشياء أهمية بالنسبة لك، وكذلك التصدي لأكثر التهديدات توقعا. فكيف أعرف ما هي أكثر التهديدات؟ إذا يكون عندي أنا أنماط معينة تساعد فيها حقيقة الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، ولكن أيضا يساعد فيها أيضا فهم جميع العوامل الأخرى المؤثرة.